السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس جديد حبايبي من دروس سنة ستة ابتدائي. عندنا الوحدة الأولى، الدرس الثاني بيتكلم عن public buildings، يعني أماكن أو مباني عامة. أول مكان عندي school اللي هي المدرسة. بنعمل إيه في المدرسة؟ we can learn and study different subjects، يعني بنقدر نتعلم وندرس مواد دراسية مختلفة. number two، المكان الثاني اللي هي library أو library، ما نقولهاش library ولا library ولا الكلام ده كله، ممكن نقولها library أو ممكن نقولها library، تمام؟ بنعمل فيه إيه؟ we can read and borrow books، نحن نستطيع أن نقرأ ونستعير كتب. طيب بعد كده barber's shop اللي هو صالون الحلاقة، ممكن نقول عليه barber's. we can have or we can get a haircut، نحن نستطيع أن نحصل على قصة شعر. طيب بعد كده bank اللي هو البنك أو المصرف. we can get money at it، we can get money at it، أو ممكن نقول we can get money from it، يمكن الحصول على المال منه. بعد كده الفندق اسمه hotel، hotel ما نقولش hotel وhotel والكلام ده كله. we can sleep at it، we can sleep at it، أو we can sleep in it، نحن نستطيع النوم فيه. train station اللي هي محطة القطار. we can take a train، we can take a train، يمكننا أن نأخذ قطار ونقول train ما نقولش train. post office اللي هو مكتب البريد. we can post letters، نستطيع إرسال الخطابات. بعد كده pavement اللي هو الرصيف. we can walk on it، نستطيع المشي أو السير عليه. عندي bridge اللي هو الكوبري أو الجسر. we can cross over it، we can cross over it، نستطيع العبور من فوق. بعد كده theater، theater اللي هو المسرح، ما نقولش عليه theater وtheater والكلام ده. theater، theater الإنجليزي يقولوا theater، theater، والأمريكانز يقولوا theater، theater. طيب we can see a film، يعني in it، نحن نستطيع أن نشاهد في الفيلم. وممكن نقول برضو we can see a play، يعني نقدر نشوف في فيلم أو مسرحية. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، بشكركم. كان معكم أحمد النجار English teacher، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.